احنا نبي نكون ماكدونالدز اوف سايكلينج، نبي نكون موجودين كل مكان. كل واحد فينا كان عنده هوم ترينر، فكنا دائما نكلم بعض نقول خلينا نسوي رايد مع بعض. الفكره موجوده عندي انا من 2019، ففي يوم من الايام اخذت عبد الله وقعدت افتر في البحرين، قلت له تعال خلينا نشوف مكان ابي اسوي بزنس، وكان يساعدني. بعدين قلت له تبي تكون بارتنر معي؟ قال لي ليش لا؟ اليوم اذا نلاحظ ان في كل رياضه الجروب كلاسز قاعد يطغي، حتى في الايروبكس، في الكروسفيت، فاحنا قلنا ليش ما ندمج السايكلينج مع هاي الفكره؟ طبعا احنا لاحظنا ان الجو الحار وايد قاعد ياثر على تماريننا. الفكره الرئيسيه ان ليش ما نحل هالمشكله؟ فقلنا خلينا نسوي مركز مختص ونركز فيه على المشاكل اللي موجوده برا وي اليمينيتد. طموحنا اليوم ان احنا نوصل للعالميه، وما في شيء يعني صعب. هدفنا نبدي خطوه خطوه، بدينا في البحرين وان شاء الله بعدها تارجتنج السعوديه والخليج وان شاء الله العالميه، نصير براند معروف في العالم. تغيرنا وصل العالميه، من برا كانوا وصلوا العالميه، وصلوا عندنا البحرين، احنا نبي نكون العكس ونكون الاول ان احنا نوصل لهم برا.